أستاذ خليل، يعني اغتيال صالح العروري في داخل بيروت، يعني ألا ترى أنه يهدد رقعة الصراع من الممكن أن تستمر من كافة الجبهات، وأيضا تشمل المنطقة المحيطة بالضفة الغربية والقدس، لتشمل الدول المحيطة واتساع رقعة الصراع، وربما يعني نشوء حرب عالمية ثالثة داخل الشرق الأوسط؟ بالنسبة للجانب الإسرائيلي، كما معروف أن نتنياهو يريد أن يهرب إلى الأمام. بمعنى آخر، أن ما حدث في قطاع غزة من قضية أنه 3 شهور وحتى الآن لم يحقق أي هدف من الأهداف، وبالتالي أي وقف لإطلاق النار والخسائر الفادحة التي يوميا سواء كانت بالجند أو بالآليات نعم أو بالاقتصاد، هذا انعكس بشكل كبير جدا على الجانب الإسرائيلي الداخلي. نحن الآن نعيش في هذه المدينة ونشعر ماذا يشعر الإسرائيلي عندما تشاهد أن الاقتصاد ينهار، أن الأسعار ترتفع بشكل كبير جدا، أن 15% من الشعب الإسرائيلي لا يريد فقط نتنياهو. هذا يدل على أن نتنياهو الذي يريد أن يحافظ على كرسيه في السلطة يريد أن يهرب إلى الأمام. الهروب إلى الأمام هو تغيير عملية القتال، بمعنى الذهاب وفتح جبهات كبيرة جدا حتى تتدخل الدول الأوروبية والأمريكية في هذا المنطقة، وبالتالي على الأقل إنقاذه. بالإضافة إلى أن في داخل المجتمع الإسرائيلي الآن أصبح انقسام عمودي. هذا الانقسام العمودي أدى إلى أن هنالك جزء كبير من الشعب الإسرائيلي لا يريد هذا الحرب، لكن نتنياهو بما أنه يريد أن يحافظ على بعد ان محكمه العدل الاسرائيليه العليا عندما قالت برفض قضيه القانون المعقوليه، وايضا في قضيه اخرى قضيه الفساد تقدم الى الجانب الاسرائيلي، الذهاب الى المعركه يعني فتح جبهات جديده، يعني دخول حرب جديده. هذا يؤدي بالنهايه الى المحافظه على الكرسي. يعني ما يتعلق الان بالحرب، حتى الولايات المتحده الامريكيه تضغط على الجانب الاسرائيلي من اجل وقف او ايجاد سبيل واحد للقضيه السياسيه، وقف اطلاق النار هنا او هناك او هنا، من يعني اجل الا تتوسع هذه الحروب. لا تريد الجانب الاسرائيلي أستاذ خليل، يعني التدخل الآن بعد تصريح وزير الخارجية التركي يعني هاكان فيدار، وقال إن اندلاع الحرب بين إسرائيل ولبنان لن تنتهي في حال نشوبها، ويجب التدخل العاجل لتهدئة الأطراف. هل من المتوقع أن تلعب الآن الإدارة التركية دورا بارزا ومهما بتهدئة هذا الصراع؟ لا، يعني اولا تركيا هي باعتبار ان هي في داخل المنطقه الاقليم، لان ستصيبها، هنالك سوريا ملاصقه لتركيا، ايضا لبنان. اذا الحرب الموجوده هي حرب موجوده في المنطقه الاقليم الشرق المتوسط، فبالتالي الجانب التركي هو يريد ان يتدخل بهذا الموضوع. لكن اليوم كان خطاب ناصر الله في السطر الاخير كان هنالك تهديدا مبطن. التهديد المبطن انها اليوم الجانب الاسرائيلي سيفكر اكثر من مره ان يحدث هذا الموت. لكن قتل العروري واستشهاد العروري بالامس كانت هي رساله اسرائيليه الى حزب الله انه في ضاحيه. في نفس الوقت قتل قيادات فلسطينيه، هو بنفس الوقت يريد لنتنياهو ان يذهب الى الحكومه الاسرائيليه ويقول لهم قد حققنا انتصارا، هذا هو الانتصار، قضتنا القيادات، ضربنا حزب الله في عقد ضارب. فبالتالي جاءت اليوم هذه الان قضيه انه تتوسع الحروب في هذه المنطقه. لا احد يريد هذه الحرب، لانه قيام هذه الحرب يعني تدمير لكل هذه المنطقه. سيد